عليكم متابعي الشاق الحياضة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل هاد البلوزة هادي، اولا الباترون اللي غنخدموا به هاد البلوزة هادي، اللي ممكن انكم كذلك ديروها على شكل فستان يعني طويل، تزيدوا فقط في الطول ديالها. هنا في الاتوب، النوع الاتوب اللي فيها، فيها التوب ديال التول والتوب ديال القطيفة، كيجي الشكل ديالها رائع كيف شفتوا. غادي نوريكم كيفاش غادي تفصلوها، لان ضروري تحتاجوا تفصلوا على الباترون عاد تفصلوا على التوب. الباترون ديالها ساهل، كتجيبوا الورق وكترسموا الكورساج ديالكم اولا القياسات ديالكم، حد يعني حد الفخذ يعني من الحزام لتحت، ماشي مهم ديروا الطول كامل اللي بغيتوا، مهم الطول غتزيدوه في التوب. صافي كتخدموا الكورساج ديالكم، كتحطوا القياس ديال الكتيف، التركيز، تحطوا القياس ديال الصدر، كذلك كتحطوا الطول ديال الحزام وتحطوا العرض ديال الحزام. صافي وكتزيدوا شويه من طول الحزام، كتهبطوا مثلا واحد 30 سنتيم فقط باش تكون عندكم واحد القطعه هنا باش تفصلوا بها. هنا كيفاش غادي نديروا نفصلوا الباترون ديال التول، التوب ديال التول اللي غتفصل الجزء الفوقاني. كي شفتوا هذا الموديل هذا جاي فيه قصه من هنايا من فوق الصدر، يعني جاي هنا في المنتصف ديال التركيز من فوق الصدر، هنا من هنا لتحت قطيفه، ومن فوق الصدر للعنق توب تول. اذا فاش ترسموا الكورساج ديالكم الاساسي بحال هكا، غادي تجيو لهنايا تاخذوا الطول ديال التركيز وغادي تقسموا على اثنان وغادي ترسموا خط بحال هكا. صافي هذه القطعه هذه غادي نقطعوها، وغيبقى لينا هنا من فوق الصدر حتى لتحت، هنا غادي نفصلوا به يعني التوب ديال القطيفه. غادي تجيو لهنا النقطه ديال الحزام، حتى هي كذلك غتقطعوا الباترون من هنا، لان التنوره غادي تجي فيها الكشكشه كيف ما شفتوا في الموديل، كتجي منها كشكشه. صافي دابا غادي نقطعوا هذا الجزء هذا، هذا الجزء هذا كيف ما كتشوفوا، غيجينا هذا بالتول وهذا بالقطيفه وهذه التنوره فيها الكشكشه. صافي هنا كي كتشوفوا من بعد ما قطعنا الباترون قسمناه على ثلاثه، هذا الجزء غنخدموا به التول وهذا الجزء غنخدموا به بالثوب القطيفه. هذه القطعه الفوقانيه نفصلوها عادي، والقطعه ديال التنوره غادي نزيدوا لها 10 سنتيم ديال الكشكشه. نتوما في الثوب شحال غادي تاخذوا؟ الثوب ديال التول غتاخذوا منه متر، وكذلك الثوب ديال القطيفه غتاخذوا منه متر. اذا كنتوا غديروا بحال هذا الموديل هذا يعني قصير، كنتو غادي ديروه فستان حد الركبه تاخذوا متر ونصف، كنتو غادي ديروه فستان طويل حتى الاسفل غادي ديروا متر، غتاخذوا مترين ديال القطيفه، والتول كيبقى نفس القياس يعني غتاخذوا منه متر. صافي دابا فاش غتجيو تفصلوا، مثلا هذا هو توب التول فيه متر، غادي تثنيو التوب على أربعة، على اثنان عفوا، وتعاودوا تثنيوه على أربعة، وغتجيبوا هذه القطعه هذه الفوقانيه وغادي تفصلوا بها الظهر والامام. في العنق ديال الامام كيف شفتوا العنق كول اوفيسي، يعني غتهبطوا غير ب 6 سنتيم وغديروا الكول اوفيسي، غنخلي لكم في صندوق الوصف الكول اوفيسي، وديروا الفتحه من الظهر باش يسهل عليكم انكم تلبسوه، لان الكول كيجي شويه طالع فضروري ما ديروا فتحه في الظهر. نخلي لكم الطريقه ديال الخياطه ديال الفتحه ديال الظهر كذلك حتى هي في صندوق الوصف، سبق لي وشرحتها. صافي وكتقطعوا بحال هكا باش كيعطيكم الظهر والامام. اللي بقى لكم هنايا غادي تفصلوا به الاكمام بالتول، الاكمام بالتول بحال هكا كتجيو لهنا. هذه غتكونوا فصلتوا بها هاد القطعه العليا ديال الامام وديال الظهر، كتنيو التوب على أربعة باش يخرج لكم القطع بجوج. صافي هنا غادي نجيو نفصلوا الاكمام، الاكمام نفس القياس. وحاجه اخرى، منين غادي تفصلوا تحطوا هذا الباترون هذا وتفصلوا، ضروري ما تزيدوا سنتيم على الدوره ديال الباترون كامل، يعني سنتيم من هنايا وسنتيم كذلك من الفوق ديال الخياطه، هذه ضروريه. هنا كنجيو نفس القياس اللي حطينا في التركيز، كتحطوه هنايا وكتنزلوا ب 13 سنتيم، يعني القاعده ديال الكم العادي. هاد المسافه اللي خرجت لينا هنا كنقسموها على اثنان ونعاودو نقسموها على أربعة، الجهه العليا كنخرج بسنتيم والجهه السفليه كندخل بسنتيم، وكنرسموا الدوره ديالكم بحال هكا. بالنسبه للطول ديالكم فانتم غادي تزيدوا على الطول ديالكم غتزيدوا عليه عفوا غتزيدوا عليه 6 سنتيم. علاش؟ لانه فيه الخيط المطاطي باش ملي كتلبسوه ما كيجيكمش الكم قصير. صافي غادي تحطوا الطول ديالكم والعرض كذلك. هذا الكم هذا راه سبق لي ودرتو، غنخلي لكم في صندوق الوصف، يعني اللي كيجي فيه داك الخيط المطاطي هو اللي درت في الاسدل ديال الصاله. كتوسعوا يعني الدوره ديالكم كتضاعفوها مرتين وكتحطوا الكم بحال هكا
بهذا الشكل هذا. في الخياطة كتطلعوا واحد أربعة ديال الأصابع وكتخيطوا الخيط المطاطي من الداخل باش كيعطي داك الكشكشة. صافي كي قلت لكم غنكونوا يعني بالثوب ديال التول هنا غتفصلوا القطعة الفوقانية الظهر والأمام وغتفصلوا منها لكم، غيبقى لكم الثوب ديال القطيفة. مثلا اذا كنتو غديروا فستان طويل مثلا حتى الاسفل يعني على شكل غوب، فانتوما غادي تاخذوا هي هذه مترين، وهنا العرض ديال الثوب كيكون فيه متر ونصف، متر ونصف هو اللي غديروا في الطول، والعرض ديال الثوب مترين هي هذه بحال هكا. ملي كنتنيوها على أربعة كتبقى لينا 50 سنتيم، 50 سنتيم كافيه للجلايل لتحت. غادي تجيبوا هاد القطعة الفوقانية ها هي وكنحطوها هنايا، وكنطراسيو كي قلت لكم ضروري ما تزيدوا بحال هكا، تزيدوا سنتيم ديال الخياطة من الفوق ومن التحت يعني من كاع الجوانب. هاد القطعة الفوقانية غنفصلوها كما هي، يعني ما غاديش ما غادي نديرو لا زيادات لا حتى شي حاجة، يعني غنديرو زيادة سنتيم من الخياطة، ما غاديش نديرو لا كشكشة لا والو، القطعة ديال التنورة هي اللي فيها الكشكشة. صافي كنرسمو هنا الدورة ديال التركيز. صافي ها هي القطعة الفوقانية اللي بثوب القطيفة. غيبقى لينا التنورة، التنورة كنجيبوها وكنخليو هنا 10 سنتيم، لأن أصلا غتكون عندنا هنا 50 سنتيم في العرض ديال الثوب. صافي كنخليو 10 سنتيم من هنا، ما كنخليوهاش من هنايا باش يجينا الإيفازي، كنخليو هنا 10 سنتيم هي هادي، كنحيدو عن الثوب عاد كنحطو الباترون. صافي بحال هكا تكون عندنا 10 سنتيم ديال الكشكشة هي هادي. صافي من بعد عاد كتحطوا القياس ديال الحزام ها هو. صافي وكتهبطوا بهذا الشكل هذا حتى الاسفل. الا درتوا فستان طويل غيجي فستان المناسبه رائع بهذه الطريقه هذه، يعني نفس الموديل فقط تزيدوا في الطول. صافي غادي تقطعوهم ديك الساعه. بالنسبه للطريقه ديال الخياطه كتجيو لهذو التنورات ديال الامام وديال الظهر كديروا لهم الكشكشه، من بعد كتلاقيوهم مع القطع ديالهم بحال هكا كتخيطوهم عادي. كتبقى لينا هاد القطعه ديال التول فاش غنلاقيوها مع القطعه ديال القطيفه، كتجيبوا قطعه من التول، داكشي علاش قلت لكم تاخذوا متر، واخا متر يعني كثير على الاكمام وعلى هاد القطعه هذه، ولكن غتحتاجوه في هاد القطع اللي فيهم الكشكشه اللي غادي يجيونا هنا في الصدر واللي يجيونا في الدوره ديالكم. كتاخذوا نفس القياس ديال الصدر كديروا العرض ديالها واحد 8 سنتيم على حسب العرض اللي بغيتوا، وهنا العرض ديال هذا القياس هذا غادي تزيدوا عليه 10 سنتيم ديال الكشكشه. صافي ملي كتجيو تخيطوها كديروا الكشكشه وكتحطوها بحال هكا بهذا الشكل هذا، وكتجيبوا هاد القطعه الفوقانيه الوجه على الوجه وكتخيطوها. يعني الطريقه ديال الخياطه راه سهله بالنسبه كذلك للدوره ديالكم، كتاخذوا الدوره ديال التركيز الدوره كامله وتزيدوا عليها 10 سنتيم وديروها كشكشه. ملي كتكونوا كتجمعوا الاكمام كتجمعوها معها بحال الموديل اللي درت لكم ديال البلوزه كروازي، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف باش الا هكا وحلتوا في شي حاجه ترجعوا تشوفوها. صافي ملي كتلاقيوا القطع ديال كل جهه ديال الظهر والامام، من بعد ديك الساعه كتجمعوا الكتفين، كتحطوا الوجه على الوجه وكتجمعوا الكتفين وكتخيطوا الاكمام وكتجمعوا الجوانب. صافي كيكون الموديل يعني سهل، بغيت نشرح لكم عجبني وبغيت نشرح لكم يعني الطريقه ديالو ديال الباترون كيفاش تفصلوه، اما الطريقه ديال الخياطه فراها سهله. وان شاء الله علاش لا مره اخرى ان شاء الله الا توفر لي الثوب غادي ندير لكم على الثوب ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.